تم تحديث النظام في مركز القيادة والتحكم في إدارة مرور الرياض منذ فترة بسيطة، بالإضافة إلى وضع كاميرات في بعض الطرق الجديدة زي طريق الأمير سلمان أو طريق الملك عبد الله أو طريق الإمام. يوجد أكثر من 150 كاميرا في طرق وشوارع مدينة الرياض لمتابعة حركة السير ورصد أي ملاحظة. طبعا النظام الموجود في العمليات نظام آلي، طبعا من أثناء استقبال بلاغ على هاتف الطوارئ 993 هو رقم الطوارئ المخصص لإدارة مرور الرياض في عملية استقبال البلاغات عن الحوادث المرورية أو البلاغات الأخرى الجارية في أرض الميدان، التي تستدعي إرسال فرقة المرور للتعامل مع بلاغ حي في أرض الواقع. تبدأ آلية استقبال البلاغ من بداية اتصال المتصل على رقم الطوارئ 993 عن طريق خريطة رقمية موجود فيها جميع الإحداثيات. عن طريق استقبال الجوال المتصل تظهر إحداثيته على طريق الخريطة الرقمية بموقع المتصل ورقم الاتصال. يتم استيفاء معلومات أولية بسيطة جدا حقيقة، اللي هي اسم المتصل ومعلومات ملخص بسيط عن الحادث المروري، وبالتالي يتم نقله مباشرة بشكل آلي بدون تدخل الورق في البلاغ نهائيا. الجزء الثاني أو الخطوة الثانية من البلاغ مباشرة، هذه الخطوة ما تستغرق أقل من تقريبا معدل دقيقة إلى دقيقتين في استكمال هذا الجزء. إلى مستقبل البلاغ اللي هو أمر الجهاز اللي بدوره يتواصل مع الفرق العاملة بالميدان، يتم إرسال فرقة المرور للموقع بالإحداثية بتفاصيل الحادث بالكامل، ويتم تدوين الفرقة اللي أوكل لها البلاغ. طبعا الوقت محسوب على الفرقة في الميدان، طبعا يعطى 15 دقيقة من وقت تلقي البلاغ حتى مباشرة الفرقة إلى موقع الحدث، ومن ثم يبدأ جهاز الحاسب الآلي بعد الوقت المتأخر على الفرقة، ويتم الحقيقة مراجعة هذه البلاغات يوميا لمحاسبة طبعا المقصر في عمله أو المتأخر عن البلاغات الموجودة في الميدان. يا فواح 70 عمليات ارسل بعد الحراج، بعد الحراج باتجاه الشرق يجيك نقل الجماعي حي العزية حاله. صحيح، على الخدمة بعد الحراج باتجاه الشرق، واضح؟ طيب عمليات الشرق واضحة ومنتقل الموضوع.